نعود إلى موضوع المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الأطفال، والتي قدمت شكوى للحديث عن يوتيوب الذي يتجسس على الأطفال من الكويت. معي سيد رائد الرومي، مستشار أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية. مساء الخير، أهلا بك معنا. ما الذي يمكن أن تصل إليه هذه المجموعة من خلال الشكاوى؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الآن العالم انتبه إلى عمليات التجسس اللي تقوم فيها هذه التطبيقات، منها جوجل ومنها فيسبوك وغيرها. هذه التطبيقات بلا شك تستفيد من دخولك لها وعرض اهتماماتك في مواضيع معينة، فبالتالي هي تجمع عنك كثر ما تقدر من المعلومات. تستفيد من هذه المعلومات في عدة يعني نطاقات تجارية، بحيث أن توجهك حق منتج معين أو حق برودكت معين أنت تحبه، تبيع هذه المعلومات حق الشركات التجارية عشان تستفيد، وتوجه البرودكت حق الشريحة سواء فئة عمرية أو منطقة جغرافية معينة أو ميول معين، فتستفيد من بيع هذا المنتج، فيستفيدون من هذه البيانات في بيعها على الشركات. كذلك إلى أي درجة تستفيد من هذه الإعلانات؟ يعني لدرجة فعلا تمنعها أو تجعل من الصعب جدا تخلي عنها، خاصة بعد كل هذه التهم والمطالبات؟ صحيح أختي، هم يشوفون المستخدم عملة نقدية، هم يستفيدون منك، يبون منك، يطلعون منك مبالغ مالية، هم يشوفونك كسلعة، هم المعلومات هذه بالنسبة لهم هي سلعة، ما كان ممكن بالامكان لولا وجود هذه التطبيقات ان يحصلونها في اي حال من الاحوال. اليوم احنا قاعد نقدم لهم هذه السلعه بطبق من فضه. كل هذه التطبيقات ما راح تتخلى عن هذه المعلومات اللي بالفعل تضيف لهم قيمه وفاليو في المستقبل. طيب، يعني الفيسبوك نتحدث عن بيانات كلها كامله للفيسبوك للمشتركين على الفيسبوك، بغض النظر، يعني نحن طبعا نعلم بأنه 3/4 الحسابات مزيفة. نعم، شوف المعلومات والداتابيس اللي موجودة في الفيسبوك لا تملكها حتى CIA ووكالة الأمن القومي. اليوم هذه التطبيقات الضخمة عندها بروفايل ومعلومات خاصة عن كل شخص، اسمه ومعلوماته ومن يسافر معه ومن أصدقائه وما يحب وما يكره وشنو ميوله، معلومات يعني الشخصيه، تليفونه، ايميله، كل المعلومات هذه تتصوري موجوده وتباع للجهات الامنيه والاستخبارات. فاحنا اليوم في وكاله الامن القومي بالتاكيد عندها كل هذه البيانات وكل هذه الداتا. اليوم قدمنا حق هذه الجهات الاستخباراتيه معلومات لن تحلم انها توفرها لو ما وجود هذه التطبيقات. فشيء اكيد هذه التطبيقات فيسبوك وغير فيسبوك تبيع حتى معلوماتنا حق الجهات الاستخباراتيه بسعر جديد من هذه الشركات، وهذا شيء بالتاكيد. انا اشكرك من الكويت سيد رائد الرومي، مستشار امن المعلومات والجرائم الالكترونيه.